ويستطيع الرجال ديالو مهاجمة المواقع اللي كانت محتلة من طرف الإسبان. بغينا هزموا الإسبان واحد الهزيمة اللي كانت تاريخية في معركة أنوال نهار 22 يوليوز 1921، حيث أن قتل أزيد من 15,000 جندي إسباني، ومن بينهم القائد ديالهم الجنرال سيلفستر، وزيد عليها 570 جندي اللي وقعت في الأسر ديالو. وغين سحب الاستعمار من منطقة الريف، وغتجبر القوات الإسبانية على مغادرة إقليم جبالة والتراجع للسواحل. ويعلن الخطابي حكومة خاصة بمنطقة الريف 18 سبتمبر 1921، من غير ما أنه يتنكر لسلطان المغرب، وغيحول الرجال ديالو المقاتلين للجيش النظامي، وغيسعى لتنظيم الإدارة المدنية، وغيدير واحد الدستور، وغيشكل مجلس عام، وغيسطر الأهداف للحكومة ديالو في عدم الاعتراف بالحماية الفرنسية للمغرب، وغيطالب بجلاء الإسبان من المناطق المحتلة، ويقيم علاقة طيبة مع جميع الدول. هنا الاستعمار الفرنسي غينزعج من هذا الواقع الجديد اللي كان في منطقة الريف، وغيقرر التدخل لمصلحة الإسبان، حيت خاف أن هذا النجاح ديال هذا التراث الخطابي غتكون بمثابة وقود للمغاربة في باقي المناطق. الخطابي غيقاوم العمليات العسكرية الفرنسيين والإسبان بواحد الشجاعة وواحد القوة. هنا وغيستعانوا بإمدادات عسكرية هائلة، وغيحاصروا حتى الجيش ديالو بالقنابل غير التقليدية. وهنا غيستسلم في عام 1926، حيت خاف من سقوط مزيد من الشهداء واستمرار القتل. من مورا هادشي غيعلن على التخيل ديالو على مشروع جمهورية الريف، وغينادي باستقلال كامل التراب المغربي، وغينفيه الاحتلال الفرنسي مع العائلة ديالو وشي أتباع ديالو جزيرة لارينيون اللي كاينة في المحيط الهندي. من مورا 20 عام وبالضبط في 1947 غيحاولوا ينقلوا لفرنسا، ولكن أثناء هذا النقل حبسات الباخرة في ميناء بورسعيد المصري، وغيستطع بعض المغاربة الزيارة ديالو، ويقترحوا عليه يطلب اللجوء السياسي من الملك فاروق اللي بالدور ديالو غيستجبلو رغم احتجاج السفير الفرنسي اللي كان في مصر. غيبقى في مصر مع عمه عبد السلام وعائلتهم، وفي القاهرة غيستأنف المقاومة وغيساند عبر راديو صوت العرب كافة الحركات التحررية في شمال إفريقيا وباقي الدول العربية والإسلامية، وغيأسس مع شي أبناء المغرب العربي واحد اللجنة اللي سموها بتحرير المغرب العربي، وغيتولى الرئاسة ديالها، وغيتعرف على الإمام حسن البنا وعدد من رجالات مصر ورجالات المقاومة من دول عربية وإسلامية. وفي نهار 6 فبراير 1963، وكان النهار الأول من رمضان، غيتوفى عبد الكريم الخطابي، وغيتدفن في القاهرة وبالضبط في مقبرة الشهداء.